سيتم إنجاز إذا شبكة من محطات لتراقب نوعية الهواء في أربع مواقع. الموقع الأول سيكون في مخبر الجهوي للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. المحطة الثانية التي تقوم بهذه القياسات للملوثات الهوائية ستكون إذن متموقعة في مكتبة بلدية الحامة. والموقع إذن الثالث سيكون متواجد بالمستشفى إذن الجامعي لمصطفى باشا. والمحطة الرابعة ستكون متواجدة بإذن مستشفى مايو بباب الوادي.